نبدأ بأول حاجة، إزاي إحنا هنحط اللايتس في السين بتاعتنا. السين بتاعتنا عبارة عن شيدر بول، وعبارة عن النال أوبجكت بتاع السين ده في الباك دروب اللي هي الخلفية اللي ورانا أو الفلور اللي ورانا. قبل أي حاجة، كده كده احنا هنتكلم على الماتيريالز وهنتكلم على الاضاءه، هنتكلم على كل الكلام ده، بس الهدف ان احنا نتكلم الاول على ازاي رندر انجن بيشتغل. عشان نتكلم على ازاي رندر انجن بيشتغل لازم يكون عندنا ماتيريال ولازم يكون عندنا لايت. كده كده انا حاطط ماتيريالز وهحط اللايتس، وكده كده برضو هنرجع نعرف الماتيريالز دي بتتعمل ازاي، ولو ان الماتيريالز دي عباره عن بيزك ماتيريال مفيش فيها اي حاجه. الاول عشان نوصل لارنولد هنروح لبلجنز، من بلجنز C4D to A، وعندنا هنا الارنولد. اتاكد الاول من هيلب اباوت C4D to A انك انت شغال على ارنولد كور 5. فيما فوق ممكن، لكن وبرده فيما تحت ممكن، بس في حاجات بقى ممكن ضعف قدامك هتعوضها ب ال AL شيدرز، انا كنت شرحتهم في المحاضرات اللي فاتت، وافتكر ان انا حطيتها على الموقع، ولو مش حاططها فهحطها ان شاء الله خلال الكورس ده عشان اللي حابب يرجع لها. هنعمل اوكي. بعد كده احنا عايزين ننزل لايت ارنولد، مش هننزله اللايتس دي، لكن هنروح لبلجنز، من بلجنز C4D2A، وحتى خد البانل دي حطها قدامك، او انت ممكن تاخد، للاسف ملوش انك تاخد البانل اللي هي الصغيره دي، فاحنا بدل ما نطلع كل شويه انا هاخد البانل دي وممكن احطها هنا كده. طبعا هاخد شويه كده عشان تبقى قدامي البانل بالشكل. انا هقول له ارنولد لايت، هيديني لايتس، عندي لايتس كتير قوي مش هتكلم عليهم كلهم، تقريبا تلات ارباعهم شبه بعض، لكن هتكلم على اللي هيهمنا منهم خلال ما احنا شغالين. هروح الاول على الكواد لايت زي ما احنا شايفين الاول، عشان كل شويه مفضلش رايح جاي واثبت السين بتاعتي. انا هثبت دي كده واقوم جاي رايح حاطط كاميرا. الكاميرا دي هعمل رايت كليك واقوم قايل له هنا بروتكشن عشان ما احركش الكاميرا دي خالص. كده بقت الكاميرا اقدر اتحرك براحتي. بعد كده اجي افتح اللايت، او قبل ما افتح اللايت انا دايما كده كده اللايت ده هيبص للشيدر بول دي، فانا هروح للايت رايت كليك سينما فور دي تاجز واقوم قايل له تارجت تاج. تارجت تاج اقوم رايح واخد الشيدر بول نل اللي هو ده، هقوم واخد الشيدر بول نل وحطه ل او حطه ك كتارجت اوبجكت. بالمنظر ده انا لو خدت اللايت وسحبته مش هيبقى عندي بقى مشكله ان انا اعمل روتيت لللايت، كده كده هو هيبص لوحده. نقطه مهمه جدا 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 في ارنولد، ان ارنولد بيشتغل على حسب المحور زد. يعني انا لو مسكت اللايت ده كده ورجعت بيه لورا، زي ما احنا شايفين اللايت مفيش خالص. يعني لو عملنا كده حلو هنلاقيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، فاحنا هنروح بيه كده ونجيبه كده عشان يبقى في اتجاه محور زد. لو احنا جينا عملنا كده هنلاقي اللايت بتاعنا بالشكل ده كده. انا كل الحكايه وكل اللي انا عايز اعمله، انا عايز احط بس لايت في الجنب كده تمام، وارفع لفوق. خلي بالنا بس من حاجه، وكل الكلام ده هيجي بالتفصيل، ان احنا كل ما بنزود الحجم بتاع اللايت شده الاضاءه بتقل، وبالتالي الشادو بينعم. لما بنقلل المساحه اللي خارج منها اللايت شده اللايت بتزيد والشادو بيبقى شارب. خلي بالك انك انت الشادو هياخد نفس، يعني كده هتلاقي الشادو بتاعك بقى بيضاوي، فبراحتك يعني انحت الشادو بتاعك زي ما انت عايز. انا عايز اللايت ده بالشكل كده ان يكون اقل سنة عشان يجيب شادوز، ده الاولاني. واللايت ده هسميه اللي هو المين لايت، وهروح للكاميرا. انا كده ظبطت الوضع بتاعه، ممكن حتى كمان اخده لجوه شوية، مش عايز اخده قوي بس اخده لجوه شوية. بعد كده ناخد بقى اللايت ده، ناخد واحد منه الناحية التانية. بفضل اقلب للوكال وهاخد كنترول وامسحب
ده الناحية دي كده، وارجع اقلب لده كده تاني واخد اللايت ده الناحية دي. انا اطلع ده لفوق سنة وارجع ده لورا سنة. اللايت ده انا هخليه يدي سوفت شادوز، وده هسميه اللي هو الفيل لايت. اروح للكاميرا بتاعتي دلوقتي، انا عايز اشوف اللايتس دي، اشوف تأثيرها فعلا عامل ازاي. هروح لبلاجنز من بلاجنز C42A، وعندي الاي بي ار ويندو. الاي بي ار هو عبارة عن البريفيو بتاع الارنولد، خليه بس اصغره كده عشان انا كنت مكبره. وده ميزته ان هو ريل تايم، وده اللي قلت عليه في المقدمة. لو انت مش عامل ابديت الدنيا عندك مش هتبقى كويسة خالص، تمام؟ فاعمل ابديت لسينما علشان الدنيا تشتغل معاك بشكل كويس. طبعا مبدئيا انا ما عنديش باور كفاية لللايت. في حاجة مهمة قوي كمان، ان انا اروح لرندر سيتنج ومن الريندرر اقول له ارنولد ريندرر عشان اشتغل، دي حاجة. الحاجة التانية اروح للمين لايت. في المين لايت سيب الانتنسيتي دي بواحد، ونرفع الاكسبوجر شوية، ممكن ارفع كمان الانتنسيتي دي حبة بالشكل ده كده. هروح لديتيلز واقول له تمبريتشر، وعايز اللايت ده يدي اورانج تون. وهروح على الفيل لايت، وهروح على مين، وبرضو هرفع الانتنسيتي بتاعت الفيل لايت شوية، وارفع برضو الاكسبوجر بتاعه شوية. هاجي في المين افتكر هحتاج ارفع الاكسبوجر بتاعه حبتين، حاجة بالشكل ده كده، مجرد بيزك لايت. هاجي للفيل لايت، اروح لديتيلز واقوم قايله تمبريتشر، بس المرة دي هقوم رايح في اتجاه البلو لايت. الفكرة من الفيل والمين ان لو سبت المين لوحده هلاقي هارد شادوز، ومش هيبقى شكلها كويس. اخر لايت هحطه عشان يديني لايتنج على التوب بتاع الاوبجكت، تمام. هوقف الاي بي ار من هنا واقوم دي بس الناحية التانية، واقفل الكاميرا بتاعتي. وانا كل اللي انا محتاجه ان انا اعمل كنترول واخد ده كده. اللايت ده بالذات اللي هو التوب لايت ده، اللي هو التوب لايت، التوب لايت انا مش عايز له تارجت لسبب بسيط، لان هيقعد يلف مني وانا مش عايز اللايت ده يلف مني. فانا عايز ده سالب 90، وافتكر ده هيبقى زيرو، وهاخده بالمنظر ده كده وهلفه بس عشان كده كده الاوبجكت اصلا لافف، فهيبقى بالشكل كده. مش عايز اعليه قوي لان كاميرتي كده، الكاميرا بتاعتي كده كده اصلا هي مش عاليه قوي، بس اللايت ده هكبره عشان هو ياخد بقيه السين. وفي نفس الوقت انا اصلا كده كده انا مش عايز منه شادو كبير كمان، يعني المنظر ده كده وهلفه بس سنه كده. هرجع لبرسبكتيف F1 F2 F3 هو اللي بينقلني بينقلني من فيو من فيو لفيو تاني. طبعا انا كده مش هعرف احكم على حاجه، فانا هجيب تاني الاي بي ار واشغل الاي بي ار، هلاقي الدنيا فتحت عندي. فهضطر انا كده كده هقلل الانتنسيتي بتاعت اللايت ده. هروح بس للكاميرا، هروح للتوب لايت، وهروح لللايت اسف لمين، وفي المين يمكن هياخد الاكسبوجر لورا شويه. انا مش عايز من اللايت ده اي حاجه غير ان هو يديني بس مجرد لايتنج على التوب. في الديتيلز انا مش عايز تمبريتشر، انا هسيبه وايت لايت كده. لو احنا قفلنا دول ادي المين، بصوا المين لايت لوحده عامل ايه، منظره مش حلو، يعني الشادو فعلا منظره مش حلو بالمين لايت. لكن بمجرد ما بحط له الفيل لايت الشادو ده بيبدا يحصل له زي ديسبيرس، وبيبدا يتداخل مع الشادو التاني اللي جاي من الفيل لايت، فبيديني
سوفت شادو بيديني شادو شكله كويس. الحاجة التانية والمهمة اللي هو التوب لايت عشان انور الجزء اللي فوق بالشكل ده. ده نظام الإضاءة البيزك قوي 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 اللي احنا هنشتغل بيه. طبعا في نقطة عشان تسرع الرندر بتاعك شوية، بلاش تعمل زوم انه او دي مش هتديك نتيجة اكيوريت، لكن روح للسكيل ويخلي السكيل مثلا ب 50%، هتلاقي الدنيا بقت اسرع والبريفيو بقى اسرع. انا هخليه 100% دلوقتي لغرض بس ان احنا نشوف الحاجة قدامنا بشكل واضح، وبعدين بعد كده هنبقى نعمل له سكيل زي ما احنا عايزين. لكن كده انا عندي بيزك ماتيريال كويسة وعندي لايت اقدر اشتغل بيه ونقدر نتابع عليه او نشتغل عليه السامبلينج، ونعرف يعني ايه اصلا كلمة سامبلز، ويعني ايه انتي الياس، ويعني ايه ري ديبث. الكلام ده هقوله لكم في المحاضرة اللي جاية ان شاء الله.